شرفنا عالصب حي القهوة عالنار عم ساويها بإيدي. القهوة لا تشرب على عجل، القهوة تحتسى على مهل، ما إن تفوح رائحتها معلنة بدء صباح جديد حتى غدت الطقس والروتين اليومي لمفتاح صباحاتنا. رشفة واحدة من فنجان قهوة كفيل بأن يطرد النعاس ويضبط إيقاع المزاج. القهوة على النار من غير سكر بالمرة، بعرف يا جار بتحب القهوة مرة. أصلها عربي وفروعها ممتد بين الشرق والغرب، مزاجها أنيق، تنوعت طرق تحضيرها لتكون القهوة على الرمل واحدة منها. هي طريقة من الأردن أول شيء، ولينا هون سويناها ونشحت الطريقة بمعنى غلي، طريقة غلي بس يعني أكتر شيء. هي عبارة عن جاط نحاس قلبه رمل بحري، حاطين له نار من تحت، غاز أو إشعاع كهرباء. أكيد ميزوها، أكيد إيه ميزوها بطريقة طيبة. يعني أنا بشربون قهوة مو بالبيت إنه أطيب لقوة ميزة أكتر يعني، وكتير عم يجونا كتير من محافظات من دول ميزوا الطعم يعني إنه أطيب. على الرغم من اختلاف أنواع القهوة وطرق إعدادها، يبقى لمذاقها سحر خاص يرضي مزاجك لإقبالك على الحياة أو الهروب منها.